بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كل من ساهم في إعادة افتتاح هذه الإعدادية. بداية نفتتح فعاليتنا بقراءة سورة من القرآن الكريم. يتفضل الشيخ رياض. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمانة في أعناقكم أيها الطلاب أن تتنافسوا في الدروس وتشدوا العزم على النجاح والتفوق. الأعدادية الشرقية تنافس سنويا على المراكز العشرة الأولى على مستوى العراق. أقدم شكري وامتناني لكل من ساهم في إعادة تأهيل الأعدادية الشرقية التي حاول الإرهابيون مسح أو طمر تاريخ نينو. هذا أقل شيء نقدمه لك، وأنت وضعت بصمة في الموصل وفي تاريخ الأعدادية الشرقية. لكن هناك شكر وتقدير. اليوم بسواعد الخيري وجهود الكادر التدريسي لإعدادية الشرقية وبعد تأهيلها من قبل المنظمات اللي شاركت في إعادة تأهيل الإعدادية الشرقية، واليوم نعتبره أحد أيام النصر لطلابنا وأعزائنا بعد افتتاح هذه المدرسة أو الإعدادية اللي تعتبر من الصروع التاريخية لمدينة الموصل، واللي حاول الإرهابيون مسحها من تاريخ الموصل، لكن تم إعادة تأهيلها وإن شاء الله راح يباشرون بالدوام. نتمنى من طلابنا وإخواننا الطلاب التفوق ومحو ذاكرة السنين السابقة اللي خلفها داعش. اليوم والحمد لله وعلى بركة الله عدنا إلى الدوام في الإعدادية الشرقية. عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات تحت احتلال داعش الإرهابي. هذه العودة لم تكن لتتحقق لولا جهود وتضحيات إخواننا في القوات المسلحة وجهود الطيبين في الوقوف معنا، وخاصة مساندة الأخ العميد لؤي جواد محمد قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية وكافة الضباط والمنتسبين في الفرقة الخامسة. لهم منا خالص الشكر والتقدير. جهود منظمة فزعة، جهود بلدية الموصل، جهود دائرة المجاري، كل الخيرين الذين ساهموا في هذه العودة لهم منا خالص الشكر والتقدير. اليوم جانب في مدينة الموصل يشهد عرسا جديدا تعليميا بعد افتتاح الإعدادية الشرقية التي راهن الجميع على عدم استطاعتها اكمال المسيرة التعليمية فيها. الطلبة التحقوا اليوم وفق منظمة فزعة بالتعاون مع قائد الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية العميد لؤي يفتتحون المدرسة لكي تعود إلى مسيرتها التعليمية كما كانت. نعهد الجميع بأننا سنكون مستمرين في فتح مدارس جديدة في الجانب الأيمن خاصة وفي الجانب الأيسر والمراكز الصحية وفتح الشوارع والطرق أيضا. نشكر حضور كادر قناة الموصلية لتوثيق عودة الحياة إلى مبنى الإعدادية الشرقية، المبنى الذي عانى كثيرا جراء الإهمال الحكومي الواضح، ولكن بفضل الغيارة بفضل الناس اللي حريصة على عودة مدينة الموصل للواجهة ساهمنا باستقبال أكثر من 500 طالب وافتتاح المدرسة بإمكانيات جدا محدودة، ولكن غيرة الطلبة وغيرة الأساتذة وغيرة الأخوان من منظمة فزعة ومن الشرطة الاتحادية ساهمت بعودتنا للإعدادية الشرقية. الإعدادية الشرقية راح ترجع، راح تكون بوابة لعودة الأمل لمدينة الموصل. الجانب الأيمن، الجانب الأيمن المهمل، الجانب الأيمن اللي غاب عنه أي دعم حكومي من الأخوة مسؤولين محافظة نينوى، بس الحمد لله والشكر عنعاني بالجاية وعنعاني بكل شيء، بس الشرقية تستاهل ومدينة الموصل تستاهل والجانب الأيمن يستاهل. شعور رائع أنه رجعنا على المدرسة ورجعنا الدوام فتحنا، وما شاء الله مدرسة فيها نقصات بس الحمد لله نقصات بسيطة والدوام أهم شيء. مدرسة الشرقية هي مدرسة يعني مدرسة راقية ومدرسة تستحق واحد يتعنى لها بمكان بعيد. يعني أنا أتعنى لها بمكان بعيد، بس هي مدرسة يعني
مدرسيه يستحقون الثناء الحمد لله، يعني بها نقصات ان شاء الله تنحل مع الوقت، بس اهم شيء هو المدرسين والكادر والتدريس والطلاب اللي موجودين. واليوم الحفل حفل تشريف اللي ساهموا في بناء المدرسه.